جورجين حمزة عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، إن هذه العزلة التي تفرضها تركيا على الزعيم عبد الله أوجلان ما هي إلا حقد دفين وتاريخي للطورانية التركية على الشعب الكردي. هذه الحكومة الإسلامية ذات العقلية العفنة هي التي تحاول السيطرة على كل المنطقة، فهن ضد أي أمل كردي يفيق من أجل القضية الكردية أو من أجل حقوق الشعب الكردي. لذلك هذه العزلة تفرضها خوفا من الحركة الكردية. رجب طيب أردوغان يدعي بأنه هو كمان أتيلا زعيم الهون، يقول أينما تدق حوافر حصاني يجب أن لا يمت الحشيش. فهذه هي عقلية رجب طيب أردوغان الشوفيني الإرهابي الداعشي الذي يحاول السيطرة على المنطقة ككل. فلو نتوحد نحن نستطيع أن نشكل ضغط على الحكومات الإقليمية والدولية من أجل نيل الحقوق الكردية. فنحاول قدر الإمكان أن نضغط على الحكومات العالمية الإقليمية حتى تقف إلى جانب الشعب الكردي من أجل حقوقه. الحكومة التركية تطلق مرارا بأن سوف نرفع العزلة عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، لكن ليس إلا خدعة تحاول فيها إيش تهدئة الشعب، ويحاول مثلا الانفكاك عن الإضراب. فهذه الحيلة لا تنطلي على الشعب الكردي، والشعب الكردي حي ويقظ ويعرف أبعاد الحكومة التركية، فهي مخادعة مراوغة لا تصدق أبدا مع شعوبها. محمد جزاء أنشط في المجال السياسي. عندما تم اعتقال عبد الله أوجلان لم يتم اعتقاله كفرد، تم اعتقاله كواحد من أبناء الشعب الكردي، لأن الدولة التركية لم تنتقم من عبد الله أوجلان كشخص، إنما أرادت أن تحجز عليه كالحجز على الشعب الكردي. العزلة بحد ذاته في مفهوم الطورانية، في مفهوم الفاشية، يعني أنهم قتلوه. ولكن أعتقد قد تستطيعون تجفيف البحر، ولكن لن تستطيعوا الإمساك بالسمكة. العزلة التي تفرض على عبد الله أوجلان لا يمكن أن تحد من نشاط ونضال الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان. الحقيقة هؤلاء الناس الذين أضربوا عن الطعام ممكن أن يصبحوا مثلا في التاريخ. شك أن هذا الإضراب هو أحد أساليب النضال، يمكن أن يؤثر على الرأي العام العالمي، والرأي العام العالمي شيء مهم، ولكن مع الأسف على الأغلب يكون مصادر ويخضع لمصالح الدول الكبرى. إن حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها رئيس أردوغان وضعوا أنفسهم في مستنقع لا يستطيعون الخروج منها. كان لديهم طموح أن يستعيدوا مجد الدولة العثمانية السابقة، ولكن هذا الطموح وصل إلى حاجز مسدود، بدأ ينعكس سلبا على حزب العدالة والتنمية. فإذا كان هناك نوع من الخداع الذي اشتهر فيه أردوغان ويفضح بسرعة، يحاول أن يغري بعض الأكراد بأنه سيرفع العزلة عن عبد الله أوجلان. رفع العزلة عن عبد الله أوجلان ليس بهذه الأهمية، بقدر ما عليه أن يرفع العزلة عن الشعب الكردي، أن يرفع العزلة عن السياسيين، أن يفتح أمامهم طريق العمل والنشاط بحقيقة الحر. شوكت برازي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي. وأعتقد الالتفاف على هذا المسمى، والالتفاف على الإضراب عن الطعام، والالتفاف على مقاومة المضربين عن الطعام بحالات إعلامية أو بتصريحات إعلامية غير صحيحة تقول بأنها فكت العزلة عن القائد آبو، أعتقد أنها لن تؤثر على معنويات هؤلاء المضربين، وسيبقون مضربين عن الطعام، وسيبقون مصرين على ثورتهم حتى تحقيق الأهداف المنشودة. وأعتقد أن الإضراب عن الطعام أو ثورة الجياع هي ثورة سلمية، وأعتقد أنها فقط موجهة للنخب السياسية التي يجب عليها أن تعلم أن الشعب الكردي ومن خلال ثورته هذه هي ثورة الجياع، هي عبارة عن رسالة تقول لهم إننا شعب نحب الأخوة ونحب السلام ونريد الحرية لنا ولغيرنا.